بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين نعيد بقى كتابة الكويريز بتاعتنا بس بشكل سمارت شوية وتبقى مرتبة وريدبل. طبعا احنا جربنا السيلكت بشكلين والابديت. الابديت ما هي نفس القصة بقى، ابديت ديليت سيلكت قصدي ابديت ديليت انسيرت، كلهم بنفس المنظر ده، مش لازم اكتب بقى كل الاوامر يعني. لكن انا دلوقتي هعمل حركة يعني جميلة جدا، هي من اقوى الحاجات يعني، انها بقى الجيسون هيخش مع الاي بي اي مع الاس كيو ال مع الداتابيز، يعني كل الدنيا زي الفل، كله بيتجمع قدام عينيك. فانا عايز اعمل ايه؟ انا مثلا عايز اعمل انسيرت مثلا، وليكن يعني احنا عاملين الانسيرت او نعمل ابديت او نعمل ديليت او نعمل ايا كان اللي احنا عايزين نعمله. مثلا تعال ايه نعمل كويري مثلا، خليها كويري 3 ونحطه هنا جول اورينت، وادي العنوان بتاعي اللي كان قديم اللي هو لوكال هوست 2480 كوماند، وادي الايه الجمله بتاعتي لغايه اس كيو ال. لغايه بعد اس كيو ال اللي مش عاجبني ان انا اكتب الجمله بالشكل ده، هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. فانا هقول له احنا هنعمل بوست تمام عشان يبقى ليا حق ان انا اعمل انسيرت او ابديت او ديليت وسيلكت على فكره، واقوم داخل على البادي واقول له انا هبعت رو ديتا، بس طبعا هبعتها في شكل جيسون. هبعتها في شكل ايه؟ في شكل جيسون. كويس جدا. وابدا اكتب بقى الجيسون بتاعي. الجيسون بتاعي هيبقى مكون من حاجتين اساسيتين، الكوماند والبارامتر او البارامترز بتاعتي اللي انا هبعتها مع الكوماند. فانا هقول له هنا كوماند تمام، وعامل كده كولون، واقوم باعت الامر بقى بتاعي. مثلا وليكن الامر بيقول سيلكت فروم امب 1 مثلا وير ان وير مثلا ان النيم او اي حاجه، وير ان مثلا السالري لارج زان كذا. ممكن اعملها علامه استفهام كده، ممكن اقوم قايل كده كولون واقوم قايل ايه سالري تمام. كولون سالري دي معناها ان الكلمه او اي كلمه هكتبها بتبدا بكولون، معناها ان الحته دي انا هبعت لك القيمه بتاعتها. ولذلك انا لازم انزل تحت هنا واقوم جاي اي كاتب كده اهو، واقوم عامل ايه بارامترز او بارامترز تمام. واقوم جاي هنا بعد بقى اوبجكت في كل الايه، طبعا هنا انا عامل سالري بس، لكن لو انا عندي اكتر من حاجه في الجمله هكتبها بنفس الاسلوب. انا جاي هنا واقوم قايل له ايه السالري تمام، قيمته ايه مثلا، ومحدد قيمته بقى اللي انا عايزها مثلا ايه 25000 مثلا. ممكن لو عندي مثلا ان النيم هقوم قايل له النيم يكون بيساوي مثلا كذا، واحدد القيمه اللي انا عايزها. انا ما عنديش هنا خالص الكلام ده غير السالري بس، ده اول شكل، ده شكل من الاشكال. كويس تمام كده. انا بقول له هات لي كل الناس مرتباتها اكتر من 25، ده الكوماند بتاعي وده الشكل اللي انا عايزه، وطبقته على سيلكت. قلت له ماشي. انا سند بقى كده الجمله دي الجميله دي، نشوف النتيجه. كبر كده. ايوه طلع لي مين؟ طلع لي ادي اسلام عشان ده بياخد 30000، وطلع لي ايمن عشان ايمن بياخد 25500. طب لو انا جيت قلت له خلاص احنا عايزين الناس اللي فوق ال 27000، المفروض ايمن يستبعد. لو دوست سند هلاقي ايه؟ ايمن فعلا استبعد تمام. كل الحركه دي بتتعبني نفسيا. المهم ان هو نوت، هتلاقي ايه ادي ايه ادي اسلام اللي هو اللي طلع عشان 30000 وما طلعش حد تاني. ده الشكل. في شكل تاني اقول لكم على السريع، الكويري مش عارف ده 5 ولا 4. هروح اخد نفس اليو ار ال بتاعي، جميل جدا، على بوست وبادي ورو داتا وجيسون. و ممكن اعمل كوماند تاني خالص، ممكن اعمل نفس الكوماند او امر انسيرت امر ابديت. ممكن نقول انسيرت مثلا، فممكن اقول له طبعا انا هبدا الاوبجكت بتاعي وابدا اكتب الكوماند مثلا، مع ان مش هنحب نعمل انسيرت هنا ولا الابديت ولا الدليت، لان كده كده بنبعتها بالاسلوب بتاع المباشر. في الغالب هنبقى كلها سيلكت يعني في الغالب يعني. وبكتب هنا الايه الامر اللي انا عايزه اللي انا محتاجه مثلا، وليكن
خلينا نقول ابديت يعني عشان ما يبقاش ما قلناش ابديت مثلا ال ام بون وعايزين نقول له ست ان ال مثلا ست السالري بتساوي 27500 وير خدوا بالكم انا مش هبعت الكوماند كده دلوقتي وير المفروض طبعا نقول ان السالري هنا حاجه تتغير صح الامر ده بيتغير طبعا الامر ده بيتغير ممكن احطه علامه استفهام كده وير الام اندرسكور اي دي يكون بيساوي ومعاه علامه استفهام ان انا ما سميتش يعني البارامتر ديت انا ما سميتهاش تمام او البارامترز ديت فانا هم جاي كاتب ايه كاتب ايه بارامترز او بارامترز زي ما احنا اتعودنا ومعين الاوبجكت بتاعه بس هنا بقى انا هعمل ايه انا عندي مش عايز ابعت اوبجكت لان انا اصلا قايل له القيم قايلها له بعلامات استفهام مش اقول له السالري بيساوي كذا والنيم بيساوي كذا ما عنديش تسميه انا على طول مباشره وبالتالي انا اقدر ابعتها كاري على طول مباشره بدون الايه الكلام ده يعني جاي بعد كده قايل له السالري اخليه 27000 كوما والاي دي بتاعنا مثلا هيبقى 1112 خلاص خلصنا خلاص يبقى هو كده ايه هياخد ال 27000 اول عنصر في الاري يحطه الاول ايه حاجه انت قايل ان هتتغير وتاني حاجه ياخدها يحطها في ايه في تاني حاجه انت قايل ان هتتغير وبالتالي جمله الابديت تبقى جمله سليمه ان شاء الله. نسند نجرب وندوس سند بسم الله قال لي تمام وعدلت على واحد قلت له طيب عدلت على واحد تعال نجيب الايه تعال نجيب السلكت دي انا مش عايز بس مش عايز انا عايز اللي هو يكون هنا كنا باعتين ان كان هنا كان بيجي اسلام على 27000 وبرده هيفضل اسلام 27000 الثاني 27000 احنا مش جايبين اكبر من او يساوي 27000 لو غيرنا الكود ده خدناه اكبر من او تساوي 27000 هيجي لي مين هيجي لي هنا بقى قال لي اه اسلام 30000 وجاي كمان معاهم مين ايمن ال 27000 يعني عمل حصل له ابديت يعني حصل له ابديت عند اسلام هو اصلا عند ايمن ايمن اصلا كان كله كان 25500 دلوقتي بقى اصبح الجديد ان ايمن بقى كام 27000 واسلام هو 30000 وبالتالي جمله الابديت بتاعتنا اشتغلت وجمله السلكت بتاعتنا الناحيه الثانيه اشتغلت وشفنا ازاي بقى دخلنا السي كيو ال جوه الجيسون النوتيشن بتاعها عامل ازاي ومعاهم على الاي بي اي طبعا وبخصوص الاوريا داتا بيز بكده نكون ادينا انترودكشن كامله للعمليات اللي بتتم على الاوريا داتا بيز سواء بالاس كيو ال سواء بالريستفول اي بي اي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.